Liver enzymes. ده النوع الثالث من الليفر فانكشن تيست. النوع الاولاني بيعتمد على السكريشن والاكسكريشن، النوع الثاني بيعتمد على سبيسيفيك بايوكيميكال فانكشن او الميتابوليك فانكشن، وده النوع الثالث اللي بيعتمد على قياس الليفر انزيمز. الليفر انزيم بتشمل 5 مين انزيم، منهم اول واحد اللي هو الالانين امينو ترانسفريز، احنا دايما بنختصره بالاي ال تي، اسبارتيت امينو ترانسفريز بنختصره دايما بالاي سي تي، سوربيتول دي هيدروجينيز او الاس دي اتش، الالكالين فوسفاتيز او الاي ال بي، والجاما جلوتاميل ترانسفريز احنا بنختصره بالجي جي تي. الليفر انزيم بتشمل 2 كاتيجوريز على حسب الميكانيزم بتاع الريليز او على حسب الليجن الموجود داخل الليفر. اول كاتيجوري بنسميه الليكج انزيم، بيشمل الاي سي تي والاي ال تي والاس دي اتش. المجموعه دي عباره عن انتراسيلولر انزيم، وبالتالي اي نيكروزيس او سيلدس بيعمل ريليز للانزيمات دي او بيعمل ليكج وبتوصل للبلاك. كمان اي تشينج في البرميابيليتي للهيباتيك ميمبرين بيؤدي لريليز للانزيم. البرميابيليتي ممكن تتغير نتيجه للسيل سويلنج اللي بيحصل في حاله الديجنريشن للهيباتوسايت اللي غالبا بتبقى ريفيرسبل، يعني الخليه ما بتتكسرش كاملا، والسويلنج ده بيغير البرميابيليتي وبالتالي بيحصل ريليز للانزيم زي الاي اس تي، والاي ال تي بيبتدي يطلع نتيجه للتشينج في البرميابيليتي. وده كمثال بنلاقي ان الهيباتوسايت فيها كميه كبيره جدا من الانزيم، اول ما بنفتح الممبرين بيطلع كل الانزيم بتبتدي تطلع بره، عشان كده كل ما يكون الدستراكشن سيفير بتطلع كميه كبيره. كمان الاستريتشنج للممبرين بيطلع كميه من الانزيم للبلد، ولكن الكميه بتبقى اقل من لو الخليه اتكسرت. الحاجات اللي بتعمل ستريتشنج او سويلنج للسيلز زي ما قلنا الديجنريشن زي الفاتي ديجنريشن او الفاتي تشينج، بنلاقي الخلايا مليانه بالفات، او الجلايكوجين ستورج ديزيز بنلاقي الهيباتوسايت مليانه بالجلايكوجين نتيجه لهيريديتري ديفيشنسي لبعض الانزيمز، وبالتالي الجلايكوجين ما بيقدرش يتكسر للجلوكوز. في الحالتين بيحصل سويلنج للسيلز وبالتالي بيحصل تشينج للبرميابيليتي وبالتالي بيحصل ليكج للانزيم، ولكن زي ما قلنا بيبقى الانكريز في الانزيم اقل من السيلز. المجموعة التانية من الانزيم احنا بنسميها اندكشن انزيم، بتشمل الالكالين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفريز. التو انزيم احنا بنسميهم اندكشن انزيم، معناه ان بيحصل انكريز في السنسز داخل السيلز، ودايما الاندكشن انزيم بتبقى ميمبرين باوند، معناه ان هي دايما بتبقى موجوده تحت الميمبرين او في المايكروفيلاي للهيباتوسايت والسيلز الموجوده في البيلاري سيستم. معظم الاندكشن بيتم نتيجه للدراجز زي في حاله الكورتيكوسترويدز او الانتي كونفولفنت، بتزود السنسز بتاع الانزيم وبالتالي بتخرج كميه كبيره منه. كمان الكوليستاسيس برضو بيعمل اندكشن للانزيمات دي، عشان كده احنا دايما بنستخدم الاندكشن انزيم في تشخيص الكوليستاسيس. زياده السنسز بيتم من خلال اندوبلازميك ريتيكولم، بيبتدي يطلع الانزيم تحت الممبرين، بعد كده بيبتدي يفك الكومباينيشن ما بينه وما بين الممبرين، وبعد كده بيبتدي يطلع لبره. عشان كده مش لازم ان انا اكسر السيل ممبرين، انما بيبقى معتمد على وجود الدراجز او البايل اسيد في حاله وجود الكوليستاسيس، هو اللي بيعمل انكريز للسنسز وكمان بيعمل ريليز للانزيم بكميه كبيره قوي في البلاد. هناخد اول انزيم وهو الالانين امينو ترانسفريز او بنختصره بالاي ال تي، له اسم قديم اللي احنا بنسميه جي بي تي جلوتاميك بايروبيك ترانس امينيز، والاس اللي هي السيره. الانزيم ده موجود بهاي كونسنتريشن في السيتوبلازم، الهاف لايف بتاعته حوالي يومين ونص. الهاف لايف بتفيدنا بان احنا بنعرف مسار الانزيم، كل ما الهاف لايف بتبقى قصيره معنى كده ان الانزيم بيختفي بسرعه من البلاك، بمعنى لو حصل سنجل دامج يعني الخلايا اتكسرت يبتدي الانزيم يزيد ويوصل للماكسيمم، وبعد كده يبتدي ينزل تاني للنورمال فاليو لو الدامج ده قل. فكل ما يكون الهاف لايف شورت كل ما الانزيم يظهر بيختفي بسرعه، وده بيفيدنا في الايرلي دايجنوزيس، وكل ما يزيد الهاف لايف ده بياخد فتره طويله قوي على ما ينزل. الاي ال تي كواحد من الليكج انزيم بيبقى موجود داخل الهيباتوسايت بكميه كبيره وموجود في السيرم بكميه قليله، عشان كده في النورمال فاليو ممكن بنلاقيها تبتدي من صفر او بتبتدي من واحد
لان كميه صغيره جدا من الخلايا بتتكسر نتيجه للنورمال تيرن اوفر، وهي اللي بتديني الكميه الصغيره من الانزيم. في حاله الدستراكشن او الدمج للهيباتوسايت بنلاقي لارج اماونت من ALT بتوصل في البلازما. كمان لو حصل تشينج في البرميابيليتي نتيجه للسويلنج هتلاقينا حجم الخليه كبر نتيجه للفات تشينج، وبالتالي برضو بيعمل ريليز نتيجه للاندكشن، ولكن الزياده تبقى اقل من الدمج زي ما احنا قلنا. الانتربريتيشن للALT، اول حاجه الليفر ديزيز، اي مرض بيكسر الهيباتوسايت او بيعمل تشينج في الميروبابيليتي بالتالي هيزود، زي الانجري او النيكروزيس او انكريز البيرميابيليتي زي في حاله الفاتي ليفر او الجلايكوجين ستورج ديزيز. نيوبليجيا كمان نتيجه للدستراكشن للارج اماونت من السيلز برضه بتزود الليفل، والبايل داكت اوبستراكشن كمان بيضغط على خلايا الليفر وبيكسرها وبتزيد زياده ولكن اقل من الدستراكشن للهيباتوسايت. الحاجة التانية اللي بتزوده هو المية، بس احنا قلنا الـ ALT موجود هاي كونسنتريشن في الليفر وكمان موجود بكونسنتريشن اقل في المصل، عشان كده اي دامج للمصل بيزود ALT، زي في حالات التروما او الوايت ماسل ديزيز او في المايوسايتس او في الديستروفي بتزوده في البلد. كمان بعض الدراج زي الانتي كونفلزنت والكورتيكوسترويد بتزودوا نتيجة للمايلد انجري للهيباتوسايت، ولكن ما بتعملوش اندكشن لان احنا قلنا دي عبارة عن ليكج انزيم، فهي بتزيد نتيجة للليكج، فمعظم الدراجز دي بتعمل مايلد انجري وبالتالي بتزودوا زيادة بسيطة. الانزيم التاني وهو الاسبارتيت امينو ترانسفريز، الاسم القديم بتاعه السيرم جي او تي جلوتاميك اوكزال اسيتيك ترانس امينيز، ده الاسم القديم بتاعه، موجود داخل السيلز ولكن بيبقى موجود في السيتوسول اللي هي اريا من السيتوبلازم زائد الميتوكوندريا. الجزء الموجود في السيتوبلازم بيبقى سهل جدا لو حصل اي اوبننج للسيل ميمبرين او تشينج في البيرميابيليتي بيطلع، انما اللي موجود في الميتوكوندريا بيحتاج سيفير دامج عشان يبتدي يحصل له ريليز للبلد. هو طبعا ليكج انزيم عشان كده بيبقى فيه نفس الديزيز افكت، بمعنى اي حاجه بتعمل دامج للسيلز او تشينج بيرميابيلتي زي الاي ال تي بتزود الاي اس تي. فهنا ادي الاي اس تي موجود في السيتوبلازم اللي هي الكليل اريا اللي احنا بنسميه السيتوسول مع الميتوكوندريا، اي اوبننج للممبرين بيبتدي الجزء الموجود في السيتوبلازم يبتدي يطلع، انما الجزء الموجود في الميتوكوندريا محتاج ان انا اكسر الميتوكوندريا، محتاج اكسر السيل ممبرين، وده طبعا بيحتاج سيفير دامج للسيلز. الاي اس تي احنا بنعتبره نون ليفر سبيسيفيك انزيم لانه الهاي كونسنتريشن موجود في المسل سواء الكاردياك مسل او السكيليتال مسل، وكمان موجود في الريد بلاد سيلز، وبالتالي اي هيموليسيس للبلد بيزود الليفل داخل البلد. الاي سي تي بيبقى مور سنسيتيف لانه عنده شورت هاف لايف حوالي 12 ساعه، ولكن هي مشكلته لاك السبيسيفيسيتي، يعني بمعنى ان هو لو زاد فبالتالي انت بتتوقع ان هي ممكن يكون ليفر دامج او ماسل دامج او هيموليسيس، وعشان كده احنا بنعتبره نون سبيسيفيك للليفر. الانتربريتيشن بيزيد في حاله الهيموليسيس لو حصل انكريز دامج للريد بلاد سيلز وبالتالي بيزود الكميه في البلاد. الانتي كونفلسنت نفس الحكايه بتعمل مايل دامج للهيباتوسايت وبالتالي بتزود الاي اس تي، انما اهم دامج او اهم انكريز بيحصل في حاله المايوباسي زي في حاله التروما والوايت ماسل ديزيز والمايوسايتس والديستروفي زي ما قلنا، يا اما الخلايا بتتكسر يا اما بيحصل انكريز للبيرميابيليتي وبالتالي بيزيد في الدم بكميه كبيره. الليفر ديزيز كمان زي الانجري والنيكروزيس انكريز ممبرين بيرميابيليتي، والنيوبليجيا والبايل داكت اوبستراكشن نفس الليجنز اللي بتزود الاي ال تي، عشان كده احنا بنقيسهم الاثنين مع بعض، لو زاد الاي ال تي والاي سي تي مع بعض ده انديكيت ان في ليفر ديزيز، انما لو زاد الاي سي تي لوحده بالتالي بشك ان ممكن يكون في هيموليسيس او ممكن يكون في مايوباسي، وبالتالي بنرجع نقيس سبيسيفيك انزيم للمسل زي السي كي او بنشوف الهيموليسيس موجود ولا لا. الانزيم الثالث من مجموعه الليكج انزيم هو السوربيتول دي هيدروجينيز، ده ليفر سبيسيفيك انزيم
كمان بيبقى له شورت هاف لايف حوالي 12 ساعه ل 24 ساعه، وبيبقى الهاي كونسنتريشن بتاعه داخل الليفر، عشان كده هو فيري سبيسيفيك للليفر. فمعظم الديزيزز اللي هي بتزود الاي ال تي كمان بتزود السوربيتول دي هيدروجينيز، لانه عباره عن هيبات سيلولار ليكج انزايم. بيرجع للبيز لاين رابيدلي، لان احنا قلنا الهاف لايف بتاعته بتبقى صغيره، عشان كده بيرجع في خلال 4 ل 5 دايز. ولكن مشكلة الاس بي اتش ان هو بيبقى لابايل انزيم. لابايل انزيم معناه ان هو لو حطيت العينة في الروم تمبريتشر بيتكسر الانزيم، عشان كده لازم نعملها فروزن على طول، وعشان كده هو مش متاح او الكيس بتاعته مش افيلابل بكمية كبيرة. المجموعة التانية وهي مجموعة الاندكشن انزيم، بتشمل الالكالين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفريز. هناخد اول واحد وهو الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز زي ما قلنا هو عباره عن ميمبرين باوند انزيم، بيزيد في حاله الكوليستاسيس، واحنا دايما بنستخدمه كانديكيتور للكوليستاسيس، لان الكوليستاسيس بتعمل اندكشن او بتزود السنسز بتاعه، وبالتالي بيزيد بكميه كبيره جدا، فاحنا بنعتبره كوليستاتيك انزيم. انما زي ما قلنا هو ما بيحصلوش ليكج، وبالتالي ما بيحتاجش ان الخليه تتكسر زي الاي ال تي والاي اس تي. الالكالين فوسفاتيز احنا بنعتبره نون سبيسيفيك انزيم للليفر، لان له اكتر من ايزو انزيم موجودين في الجسم، منها الهيباتيك والبون والانتستينال والكورتيكوستيرويد ايزو انزيم. وبالتالي ما بيحصل زياده في الالكالين فوسفاتيز، بيبقى ممكن اكتر من سورس هو يكون سبب الزياده، ممكن يكون الليفر، ممكن يكون البون او الانتستين او الكورتيكوستيرويد، عشان كده احنا بنعتبره نون سبيسيفيك انزيم. الانتربريتيشن بيزيد نتيجه للليفر دامج او الدراج اللي بتعمل له اندكشن في حاله الليفر، في حاله الكوليستاسيس سواء السبب بتاعه انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك اوبستراكشن. اي اوبستراكشن للبايل باسوي بيعمل لي حاله كوليستاسيس، وبالتالي بيزود الالكالين فوسفاتيز بشكل كبير. كمان الدراجز زي الانتي كونفالسنت والكورتيكوستيرويد بتعمل له اندكشن وبتزود الكميه بتاعته. الحاجه الثانيه اللي هو البون ديزيز، احنا قلنا ان لو ايزونزيم موجود داخل البون، فاي زياده في الاكتيفيتي في من اللي احنا بنسميها الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي، السيلز اللي موجوده داخل البون مارو هي الاوستيوبلاست سيلز، لو زاد الاكتيفيتي بتاعتها زي في حاله الهايبر باراثايروديزم او في الهايبر ثايروديزم، ده بيزود الكميه اللي بتحصل لها ريليز من البون وبتوصل للسيرم. كمان بيبقى في اليونج جروينج والميتابوليك بون ديزيز وفي البون نيوجلاند، كل ده بيؤدي لانكريز اماونت من الالكالين فوسفاتيز، وبالتالي بتخرج بره. عشان كده احنا دايما برضو الالكالين فوسفاتيز بنعتبره واحد من الانزيمز المهمه جدا في تشخيص امراض البون. الانزيم الثاني في الاندكشن انزيم وهو الجاما جلوتاميل ترانسفريز او الجي جي تي، زي ما قلنا هو عباره عن اندكشن انزيم ميمبرين باوند، بيبقى موجود في الميكروفيلاي بتاعت الهيباتوسايت والبيلاري ابيثيليوم، حصل له اندكشن او زياده في السنسز زي الالكالين فوسفاتيز، وده البيست انديكيتور للكوليستاسيز. الانتربريتيشن بيزيد في حاله الكوليستاسيس زي ما قلنا، سواء الاوبستراكشن موجود داخل الليفر او خارج الليفر، احنا بنسميها انترا هيباتيك كوليستاسيس او اكسترا هيباتيك كوليستاسيس. الحاجه الثانيه بيزيد في النيو بورن نتيجه لانه بيحصل له ترانسفيرد فيا كولوستروم، معناه ان هو بينزل مع الكولوستروم، وبالتالي في النيو بورن بنلاقي كميه الجي جي تي عاليه جدا بعد 24 ساعه من الولاده، توصل تقريبا 1000 فولد، نتيجه لانه هو بيبقى موجود في الميموري جلاند وبينزل بكميه كبيره في الكوليسترول. كمان بيزيد في حاله الكوليستاتيك دراج او الكورتيكوستيرويد اللي هتعمل له اندكشن زي الانتي بايوتكس والكورتيكوستيرويد والانتي كونفالت. كمان بيزيد في حاله الكيدني ديزيز او الرينال تيوبولار انجري، بيزيد في السيروم وكمان بيزيد في اليورين، موجود هو في الكيدني تيشو ولكن بيزيد بكميه صغيره، عشان كده احنا بنعتبره سبيسيفيك للكوليستاسيس بشكل كبير جدا. وبالتالي التجميعه النهائيه للليفر انزيم احنا بنقسمهم لمجموعتين، المجموعه الاولانيه بنسميها الليكج انزيم او بنسميها الهيباتيك انجري انزيم، طالما هي بتشخص الانجري داخل الليفر او الدامج داخل الهيباتوسايت احنا بنسميها كمان الهيباتيك انجري انزيم. تشمل ثلاثة انزيم اللي هم الاي سي تي والاي ال تي والاي سي دي اتش،
بنقسمهم على حسب السبيسيفيستي للليفر، الاي ال تي والاس دي اتش دول بيبقى ليفر سبيسيفيك انزايم، والاي سي تي ده نون سبيسيفيك لانه بيبقى موجود في المصل زي ما قلنا. المجموعه الثانيه اللي احنا بنسميها الاندكشن انزايم، وكمان بنسميها الكوليستاتيك انزايم لانها بتشخص الكوليستاسيس، وبالتالي احنا كمان بنسميها الكوليستاتيك انزايم. فخلي بالك لما بنجيب الاسم ده او الاسم ده هما الاثنين واحد، كل واحد بيوصف الميكانيزم. يعني الاسم الاولاني بيوصف الميكانيزم اللي بيحصل فيها ريليز، والاسم الثاني بيوصف الليجن اللي هو تسبب في الزياده. بتشمل الالكلاين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفيريز، في منهم السبيسيفيك او المور سبيسيفيك بالنسبه للكوليستاسيس اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز، انما النون سبيسيفيك زي الالكلاين فوسفاتيز لانه قلنا ان هو موجود في البون بكميه كبيره.